لتسليط الضوء أكثر على المقابر الجماعية التي تكتشف في المحافظات المنكوبة والتي شكلت عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة الماضية، ينضم إلينا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، عبر الهاتف من فيينا. مرحبا بك أستاذ ضياء. يعني العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 100 ضحية في حديقة مدرسة ابن سينا بالموصل، كيف تصنف هذا الاكتشاف أو هذه المقابر، وعلى ماذا تدل في القانون الدولي الإنساني؟ السلام عليكم وتحيتي إلى قناتكم الكريمة والمشاهدين الكرام. هذه مجازر من ضمن المجازر التي ترتكبها الحكومة العراقية والميليشيات التابعة إلى إيران، والذي تسمى في العراق أنه الميليشيات الغير منضبطة، وهي جزء من الحكومة العراقية وجزء من الأحزاب العراقية الموجودة المتسلطة على أرقاب العراقيين. هذه مجزرة من المجازر التي ترتكبها الحكومة بإشراف الحكومة العراقية، والتي ترتكبها هذه الميليشيات المسيرة من قبل إيران. إنه العملية الإجرامية التي أتمت في صلاح الدين وبالتحديد في إسحاقي، أيضا هذه بعض الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة. إنه تصريح من وزارة الخارجية، تصريح سابق من وزارة الداخلية، العفو من وزارة الداخلية العراقي، إنه عدد تقريبي عدد المقابر الجماعية هي 700 مقبرة جماعية. هذه المقابر تحتوي من 5 إلى 100 شخص مدفونين من الضحايا. المشكلة الحكومة العراقية لم تباشر بصيغة فعلية لإخراج الموجودين في هذه المقابر الجماعية، وهذه المشاكل التي ترتكبها الحكومة هي تتعلق بمعرفة الجثث وأسماء الجثث، حتى من أشياء القانونية والأعراف من قبل الزواج والإرث، حتى أهالي الضحايا يعرفون ماذا حدث بهذه الناس، وأغلبهم المقتولين في هذه المجموعة هم من الشباب. الغاية من عندها حقيقة، يعني حتى تقارير الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الدولية تناشد المجتمع الدولي وتناشد كل المؤسسات وتناشد الحكومة العراقية بالإجراء السريع لمعرفة الضحايا ومعرفة حقوق الضحايا. إذن أستاذ ضياء، ما هي المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق الحكومة؟ يعني هذه المقبرة المكتشفة في الموصل تأتي بعد أيام من اكتشاف مقبرة أخرى في صلاح الدين، تحديدا في منطقة الإسحاقي. الميليشيات هي التي تمسك الأرض في هذه المنطقة، يعني نتساءل عن المسؤولية القانونية التي تقع على الحكومة الحالية. الميليشيات الموجودة في العراق هي مجرمة، وهي احنا كنا نعرف من يقود هذه الميليشيات، انه قاسم سليماني هو كان يقود هذه الميليشيات. اذا الاوامر اتت من قاسم سليماني بإبادة جماعية لهذه المجموعة البشرية من العراق، اذا الامر هو ايراني وليست الامر عراقي. الحكومة العراقية حقيقة، هذا تقرير الامم المتحدة، الممثل للامين العام للامم المتحدة، التقرير مالته الذي بعثه قبل فترة، يعني بعد ما صار تحرير الموصل، وكتب بالتقرير انه الميليشيات المساندة للحكومة العراقية نجحت بتحرير المناطق من داعش، ولكن اقامت بعمليات اجرامية ضد المدنيين العزل في هذه المناطق، يعني اقامت بقتل الكثير من عندهم. المشكلة الغاية من عدها، ندرس ما هي الغاية من هذه العملية. الغاية هي التبديل الديمغرافي الموجود في المنطقة. حدث هذا القتل في ديالة سابقا وفي زمن نور المالكي في 2006، من بدأت الحروب القتل الطائفي على الهوية، وهذه الأحداث لو تراجع من هم الذين قتلوا في هذه المنطقة، قتلوا من هذه المنطقة من شريحة معينة من الشعب العراقي. هذه الشريحة المعينة قتلوا على سبب الاسم والمواليد، ليست له علاقة انه انسان بريء ما الى علاقة لا بالسياسة، ولا هو يحمل سلاح، ولا هو ضد الحكومة. اذا القتل هو قتل جماعي
مبرمج من قبل هذه الحكومة لإسقاط الديمغرافية الموجودة وتبشير بعملية الديمغرافية وشراء البيوت وبأسعار زهيدة في الوقت الحاضر في منطقة ديالى والحدود المحادية إلى المنطقة الشرقية، يعني قصد الحدود العراقية الإيرانية. هذه المناطق التي دمرت من قبل داعش ودمرت أيضا من قبل الميليشيات بالإضافة باسم التحرير باسم تحرير هذه المناطق من داعش، ولكن العمليات التي ارتكبت بعد داعش أكثر من العمليات التي أقيمت بداعش، هذا حسب التقارير وزارة الداخلية العراقية. ذكرت وزارة الداخلية أنه وبالإضافة إلى هذا بعض العشائر الموجودين في هذه المنطقة قالوا أنه الأعمال الإجرامية التي ارتكبت بعد تحرير المنطقة هي أكثر مما كان عليه في داعش. يعني كانت الأعمال هي انتقامية تهجيرية لهذه المنطقة. الأعمال التي أقيمت بعدين، أكو منظمات خيرية قامت ب2006 لالتقاط الجثث المنتشرة في الشوارع والمنتشرة بالمناطق العراقية الموجودة في محيط بغداد. محيط بغداد يريدون يفرغون محيط بغداد ويسكنون به مجاميع بشرية موالية أو مجاميع بشرية موالية إلى إيران أو إيرانية. أنت تعرف يا أخي كم جنسية إيرانية أعطت الحكومة العراقية لإيرانيين بآلاف المؤلفة ويقدر عددهم بالملايين. هذه العملية هي عملية التبديل الديمغرافي لوضعية العراق. يعني العراق يريدون المناطق الحدودية في منطقة الموصل الحدودية مع سوريا ومع تركيا، يريدون ينزعوها من هذه الشريحة البشرية ويسكنون فيها مجموعة بشرية إيرانية تابعة إلى ولاية الفقيه. إنه المشكلة مالتنا يا أخي ليست هي المشكلة تحرير والمشكلة التخليص من هذه الحكومة. لا توجد حكومة عراقية على الإطلاق. الموجود في الوقت الحاضر هم الميليشيات، وهم يقولون هادي العامري عند بإحدى التصريحات مالته يقول الحشد الشعبي هو أقوى من الجيش العراقي. فعلا هو أقوى من ناحية التسليح. هذه هي العملية الموجودة. إذا احنا ما عندنا جيش، عندنا الميليشيات، والميليشيات مبارك بها من المرجعية الدينية الموجودة في العراق. إذا العملية عملية تدمير المجتمع العراقي وتدمير الديمغرافية العراقية الأصيلة. وبالتالي في ظل هذه المعطيات أستاذ ضياء وما تحدثتم به، ما هي الحقوق المكفولة لأهالي المغيبين قسريا؟ يعني منذ أكثر من 17 سنة وتظهر آثار المخفيين قسريا جثثا تكتشف بين فترة وأخرى، هل ثمة حقوق مكفولة لأهالي المخفيين قسريا في ظل تقاعس القضاء في العراق عن محاسبة المتسببين والمسؤولين عن إخفاء مئات الآلاف من المدنيين؟ نعم، الحقوق الموجودة والمترتبة على الحكومة العراقية في الوقت الحاضر أنه تجريم من أقام بهذه العملية، حتى لأنه الحكومة العراقية بالوقت الحاضر من يقدر أن يحاكم الحكومة العراقية من العراقيين؟ من يقدر أن يأتي إلى القضاء ويطالب الحكومة العراقية بأشياء القانونية أو بأشياء القتل والانتهاكات لحقوق الإنسان الموجودة بالوقت الحاضر؟ إلا يتبدل النظام، وحينما يتبدل النظام نعم هنالك لهم حقوق ولهم الحالات الإجرامية التي حدثت في هذه المناطق يجب على الحكومة العراقية. إذا كانت الحكومة العراقية عندها نية، ولو أنا أتوقع ما عندها نية، ولو كانت الحكومة العراقية عندها نية تبدأ بالمباشرة بحل هذه المشكلة والتصرف بعقلانية وحكمة من أجل إخراج هذه المنطقة من هذه المشاكل التي تحدث بالوقت الحاضر في العراق. مع الأسف الحكومة العراقية هي لم تباشر، ولحد هذه اللحظة يعني المرجعية الموجودة اللي هي شكلت الحشد الشعبي، الحشد الإجرامي اللي إذا قاعد يقوم بعمليات إجرامية، وحينما يقوم الحشد الشعبي بعمليات إجرامية يقولون قوة خارجة عن القانون. والله احنا ما يعني ما أعرف حقيقة، أنا أشتغل في حقوق الإنسان ما أعرف إيش وقت هاي القوة تكون قوة دفاعية وإيش وقت تكون قوة خارجة عن القانون. يعني هي بكيفكم
يعني ما بعرف شلون نسميها. شكرا جزيلا لك أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.